احنا عملنا اقتصاد مصر حولناه لاقتصاد ريعي، الاراضي موجوده. الحاجه الثانيه بقى لما اجيب اروح للبنك النهارده هيجي البنك يقول لي تقييم، اقول له يا بيه تقييم ايه؟ ده الحكومه نفسها بجلاله قدرها مجلس الوزراء مجتمع وقايل المتر ده ب 3000، اما يجي بتاع البنك يقدر يقيمه لي بال 10 جنيه اللي انا خدتهم ولا يقيمه بالثلاثه؟ بالتلاتة اللي موجودين ده ما قيمش اكتر. هنقول الراجل مش فاسد وبيبيع سبح وبخور وناس زي الفل. هيعمله بنفس الرقم ال 3000 جنيه او ال 5000 جنيه اللي عامله، يقوم يديله النص عليه. طب قيمه الارض لو انا جيت النهارده ما سددتش، البنك يقول لك هسحب الارض منك، ده انت سحبت الارض ب 10 جنيه يا استاذ اللي الراجل خد فيها 1500 جنيه. يعني ادي كانت نوع من انواع الفساد. انا هاجد الكلمه الصغيره بس بعد اذنك يا دكتور معلش. اتفضل يا بيه. تاكيدا لكلامه حسين سجواني لما خد ارض جماك اشتراها ب 130 مليون جنيه، دفع 30 مليون جنيه مقدم وخد قرض بقى من البنوك المصريه طبعا بضمان الارض دي اللي هو بقى دفع فيها 30 مليون جنيه العاليه دي 750 مليون جنيه قرض. ما هو ده حضرتك انت ده بقى بيتكرر في ال 20 حاله ولا 30 حاله؟ لا حضرتك عمر افندي عمر افندي القنيه بتاع الجميل اشترى ب 490 مليون جنيه، خد قرض من البنوك المصريه رهن 16 فرع، هم 88 فرع، رهن 16 فرع بعد 3 شهور 690 مليون جنيه اللي هم بيشتكوا البنوك النهارده. من غير ما يشتغلوا ومن غير ما يشتغلوا. بعد 3 شهور بس. وباع 10% من اسهمه لمؤسسه التمويل الدوليه لواحده اسمها راشيل يهوديه وامريكيه ب 500 مليون جنيه ل 10%. لا يعني ال 10% اكبر من 10% اكبر من قيمه الصفقه بالكامل. 30 مليون دولار. ورهن 16 فرع، 16 فرع بس. وفي لسه 70 فرع ما جاش ناحيتهم، رهنهم ب 690 مليون جنيه والبنوك المصريه يعني المستثمر هنا جه ما جابش حاجه من جيبه، ما جابش معاه، ما جابش حاجه من جيبه. فهي ديت قصه الفساد اللي احنا حسبناه بقى حضرتك، قصه الفساد في القطاع العام فقط، في صفقات القطاع العام وتوزيع الاراضي. حول مصر لاقتصاد ريعي موجود، كل واحد ياخد حته. انا اشتغل ليه النهارده؟ انا اعرف حضرتك او اعرف الوزير فلان يقوم مضي لي ورقه خليها معايا سنتين، سنه ونص، نص سنه، بعد كده بقيت انا الحل. كان إيه بيقولوا كان بيقولوا في حل ناس إيه؟ تماما الحل بقى تمام. الحل بقى احنا عرفنا عصر مبارك عامل بالظبط. لا خطوره الفساد اللي موجوده ديت هي دي اللي تم كذا. السؤال بقى هنا بقى نطلع نحل الحلول. مفيش حاجه في الدنيا مشكله من غير حل، مفيش حاجه من غير حل، لا يوجد تحت سماء البصيره دي كلها حاجه من غير حل. السؤال تعالى يا عم، الشركات اللي تم اخذها عنوه، انا بسميها عنوه لان دي شركات اتخذت بالغصب من المالك الاصلي ليها اللي هو الشعب عن طريق الوكيل بتاعه اللي هو زي المحامي زي الاستاذ لا مؤاخذه زي الاستاذ خالد المحامي وكيلا عن الاستاذ حمدي، هو اتخذت عنوه عن طريق الوكيل بتاعه باع بقضيه فاسده. تعالى يا عم تقييم الكلام ده بتاريخه النهارده كذا، قيمه الفلوس اللي كانت لو حطيناها في البنك المركزي سعر الفايده بتاعها كذا. السؤال عند حضرتك تدفع فلوس؟ هيقول لك لا ما عنديش، متشكرين بيه. عند حضرتك بضاعه تديها لنا بالقيمه الفرق دي؟ لا والله ما عنديش. طيب حضرتك تقييم الشركه احنا مقيمينها دلوقتي بال 10 قروش، هناخد بيهم اسهم بالقيمه ديت ويبقى في محفظه موجوده في وزاره الماليه فيها قيمه الاسهم بقيمه الاموال، بدل ما بيمتلك 100% تلاقي ملكيته بقت 5% وال 95 رجعوا للدوله. السؤال بقى هنا، الدوله تحب تبيعهم تاني؟ الدنيا مشكله من غير حل، مفيش حاجه من غير حل، لا يوجد تحت سماء البصيره دي كلها حاجه من غير حل. السؤال تعالى يا عم، الشركات اللي تم اخذها عنوه، انا بسميها عنوه لان دي شركات اتخذت بالغصب من المالك الاصلي ليها اللي هو الشعب عن طريق الوكيل بتاعه اللي هو زي المحامي زي الاستاذ لا مؤاخذه زي الاستاذ خالد المحامي وكيلا عن الاستاذ حمدي، هو اتخذت عنوه عن طريق الوكيل بتاعه باع بقضيه فاسده. تعالى يا عم تقييم الكلام ده بتاريخه النهارده كذا، قيمه الفلوس اللي كانت لو حطيناها في البنك المركزي سعر الفايده بتاعها كذا. السؤال عند حضرتك تدفع فلوس؟ هيقول لك لا ما عنديش، متشكرين بيه. عند حضرتك بضاعه تديها لنا بالقيمه الفرق دي؟ لا والله ما عنديش. طيب حضرتك تقييم الشركه احنا مقيمينها دلوقتي بال 10 قروش، هناخد بيهم اسهم بالقيمه ديت
ويبقى فيه محفظه موجوده في وزاره الماليه فيها قيمه الاسهم بقيمه الاموال، بدل ما بيمتلك 100% تلاقي ملكيته بقت 5% وال95 رجعوا للدوله. السؤال بقى هنا، الدوله تحب تبيعهم تاني؟ كان بيع قانون التصالح اللي موجود اللي عمله الدكتور كمال الجنزوري. انت حاجه حقرك ليه؟ لا لا بالعكس، ده هو ده انا بقول نصلحه. أيوة. نصلحه بحيث يبقى ايمن. هقول لحضرتك، بدل ما يقول ان الحكايه دي بتتعمل بتاريخ الشراء، لا احنا بنعملها بتاريخ النهارده، لان الراجل ده استفاد زي قضايا التعويض. ما لحقنا من خسائر وما فاتنا من مكاسب. يبقى ما فاتنا من مكاسب لو الفلوس دي كانت موجوده في الخزانه المصريه بتاخد على الاقل سعر فايده البنك المركزي. يبقى لو احنا عملنا ده لجميع الشركات وجميع الاراضي اللي تم اتخذ الريعه بتاع اللي هي تعتبر كانت نوع من انواع الاقتصاد الريعي، واتخذ عليها من البنوك واتخذ قروض وتم الاستفاده بيها، مصر يرجع لو قانون زي ما طلع كده في سطر ونص. أيوة. يطلع قانون تاني في سطر ونص. قانون محترم يرجع لمصر ما لا يقل عن 3 تريليون جنيه مصري، اي حوالي 3000 مليار جنيه مصري، يكونوا من ضمن اموال يعني ارقام سليمه وحقيقه لقيمه يعني الشركات. ما انا هقول لحضرتك يا فندم مليار، واحنا بندور على مليار. ما هو انا هقول لحضرتك بقى حد يطلع يكذبني. للاسف الشديد مصر، خدي بقى حضرتك من الجمله اللي جايه دي، دوله غنيه ولكن الاداره بيها غبيه. الاداره غبيه. شايفين الكلام الحلو؟ مصر دوله غنيه ولكن الاداره بها غبيه، والاداره دي كانت على مدار 3 عقود غبيه. لا والاداره كانت حراميه. انا هقول بقى، انا برضو بقول لحضرتك، انا بفترض حسن النيه، هي غبيه بس هنقول والله الفلوس اللي خدوها بغبائهم نرجعها بذكائنا احنا. يبقى الفلوس اللي اتخذت بالغباء مش هنقول سرقوها، ناس محترمه وبيبيعوا سبح وبخور وناس زي الفل، نرجع بقى الحاجه دي بذكائنا احنا اللي موجود. مركز مش عارف ليه. ما هو يعني ناس كويسه خلينا ماشيين معاها، انما دوت في حاله رجوع دولت يبقى مصر رجع لها، يبقى في وزاره الماليه اللي هي بتقول انا محتاجه زي الموازنه حضرتك اللي تم تقديمها بمعرفه الدكتور سمير رضوان لمصر. موازنه مصر دي كلها موازنه فقر، قيمه الايرادات الناتج موازنه فقر في الفكر او في الايرادات. قيمة الناتج القومي المصري كله 1200 مليار جنيه، 1.2 من 10 تريليون جنيه، بما يعادل 200 مليار دولار. لو لقينا شركة واحدة في فنلندا موجودة، شركة هواتف محمولة، سنويا بتطلع ب 350 مليار دولار. شركة واحدة يعمل بيها 35 ألف واحد، واحنا هنا 85 مليون بني آدم، وطالعين وجايين وقطارات ونقل وعربيات وناس قاعده تخبط في دماغتنا وناس بتسرقنا وحاجات من دي. احنا ناس يعني تعبانين لدرجه احنا مفروض مصر تستحق افضل من اللي هي فيه. مصر دوله غنيه ادارتها غبيه. احنا بنقول بنسعى نحو ده، بس انا يهمني الوعي قبل السعي. انا بسعى لايه بقى؟ هل بسعى وانا واقف كده في الهوا، ولا لازم اعي لهدف معين انا رايح له، رايح للدكتور حمدي، يبقى لازم امشي على طريق معين. الوعي قبل السعي هو ده اللي لازم نعمله.